قال يقول طاح الحطب، يعني الامور رجعت الى مجاريها. لكن هناك تصريح لك او كلمه قلتيها، قلتي لشيرين انت ربحتي المال وانا ربحت الشتائم. شنو سر هذا التصريح؟ هذا ليس تصريح، هذا كان رد على كان رد عليها في احدى البرامج. هي يعني صار سوء فهم انه انا كنت في احدى البرامج على احدى الشاشات، يعني احرجني المذيع على الهواء وسالني سؤال، قال لي شيرين وعدتك تكوني معها باحدى الحفلات يعني. وطبعا هو هلا الموضوع كله منتهي يعني، لانه احنا وضحنا سوء التفاهم من قبل. فقال لي وعدتك تكوني معها باحدى المسارح وانتي وهي اخلفت في وعدها. طبعا هون ما كان حدا بيعرف عن هذا الموضوع، وما كان حدا عارف انه اساسا انا يعني كان في حكي بيني وبينها، وقد تكون هي نسيت وقد تكون انا يعني انه ممكن اكون صدقت يعني. عرفت كيف؟ عادي يعني الانسان احيانا انه خلص يعني، مثلا حدا حكى لك مثلا جاملك بجمله ممكن انت تكون صدقتها، فانه عرفت كيف، بس انت ما صدقتها يعني خلينا نقول لانه انت مثلا عندك امنيه يعني يتحقق الشيء، لانه انت بدك مبتغى من الشخص اللي قدامك، انت من محبتك في الشخص بتكون طمعان بشوفته ليس الا. فهذا اللي صار بموقف شيرين، انه يعني فقال لي اشرح الموقف وكذا، فانا هيك تبلكمت انه كيف يعني انتم من وين بتعرفوا؟ فبتعرف صحافه متداول، لانهم كانوا الفكره انه فعليا كان المفروض اغني معها باحدى الحفلات، وهي حكت لي يعني انه انا كمان حباك تكوني موجوده وكذا وهيك. وانا فعليا سافرت يعني، انا سافرت بهذا اليوم وكذا، وما رضيت ابعث لها بصراحه، لاني حبيت اشوف اذا هي رح تتذكر او لا، علما انه انا كنت مسافره. كان الاهم عندي اشوفها بصراحه، اهم من موضوع انه هو الحفل. ويمكن انا حكيت هذا الموضوع، حكيت اللي خلاني مثلا احكي في الانترفيو انه حاحد يعني تم احراجي على الهواء، ولا انا كان الموضوع صار له وقت كبير، كان صار له سنة ما حكيت فيه. أوكي. يعني أنا لو بدي أحكي خلينا نقول أو أستغل مثلا أو أتصاعد على حدا، صحيح كنت حكيت بوقتها، بس أنا سنة كاملة ما حكيت. وشيرين يعني وقتها تعاتبت أنا وياها، وهي يعني تحسست من طريقة عتابي يعني. فاللي صار إنه بعدين رجعوا سألوني بالموضوع وكذا، وهي ما ردت وما حكت، وقلت لهم بتضلها حبيبتي وكذا. ومن هالحكي يعني طاح الحطب نداء. اللي خلاني أرد عليها، بس لحتى أفسر لك، اللي خلاني أرد عليها بهذا البوست اللي هي طلعت في برنامج مجموعة إنسان، توجه لها تحية حبيبة قلبي شيرين. فبيسألها المذيع بيقولها نداء شرارة كذا، بتقول له أنا ما وعدتهاش، هي افتكرت كده. ها في سوء فهم يعني. فهذا اللي ضايقني، انه انا لو يعني كان ممكن لما عاتبتك تردي علي بالفويس تقولي لي انا ما وعدتكيش، أن انت فكرتي هيك، كان الخلاف. بس لانه هي بررت لي الموقف، فلما طلعت على الهواء قالت الحكي يعني مختلف. فهذا اللي ضايقني يعني بموقف شيرين، واللي صار انه انا رديت بطريقه انفعاليه على السوشيال ميديا، ومن بعدها طلعت طبعا مع برنامج. يعني تبريرها لك كان مختلف عن تبريرها في كان البرنامج. على البرنامج البرنامج قالت شوف جل من لا يسهو، احنا صحيح. مش ملائكه، وهي فنانه كبيره، وهي ما قصرت معي بالبرنامج يعني. صحيح. انا اللي قدمت لي في برنامج ذا فويس على راسي لاخر يوم في عمري، يكفي انه هي دعمتني، وانا كست خلينا نقول كسيده محجبه، وكنت بالبرنامج يعني خلينا نقول المشتركه المختلفه عن باقي المشتركين، كانت تقدم لي كل الحب والرعايه والاحترام. نقدر نقول دعمها لك كان يعني في البرنامج، ويكفي صحيح. يكفي، انا ما بدي هو اللي يغفر لها بالعكس يعني، بكفي وبزياده خلينا نقول اللي عملته يعني كثير، وشكرا لها، وانا بحبها من كل قلبي، وهي بتعرف هذا الحكي يعني. عتبي كان عليها خلينا نقول عتب اخت على اختها، وليس وليس الا بتعرف السوشيال ميديا بتكبر القصص وكذا، وانا حدا تشحن مش تصير فيها، وانا حدا مش انسان طويل يعني، ما عنديش استعداد اطلع وارد. صحيح. فبخلي الامور يعني الامور بتعرف اذا ما طلعت رديت بهذا الزمان، زمان يعني مثلا خلص مجرد يسكت الواحد الامور بتبرد. صح. اليوم اذا ما حطيت حد الامور تتفاقم، هي مشكله السوشيال ميديا. وانا واحده من الناس ما بحب الحكي صراحه.